29 سبتمبر 2020، صبحكم الله بالخير مشاهدينا في هذه الساعة الصباحية من شمس البحرين. أكيد في البداية أصبح على الزميل حازم، صباح السعادة. صباح النور والسرور، صباح يوم جديد إيمان، متفائل في طاقات إيجابية مثل ما ذكرنا. صباح يوم الثلاثاء وسط الأسبوع اللي لا هو أنت في البداية ولا في النهاية تنتظر النهاية في نصف الأسبوع. أحس المشاعر يعني حلوة تكون في نصف الأسبوع، متخربطة شوية يعني أنت ما تعرف شنو إحساسك. ما في إحساس بس أكيد يعني هو بيكون يوم جميل أكيد، وعندنا العديد من المفاجآت. وأكيد بداية أصبح على متابعينا، وأكيد فقرات متنوعة جهزها لنا فريق الإعداد. لكن في البداية إيش عندنا اليوم إيمان؟ أكيد قبل ما ننتقل حق فقراتنا الصباحية عندنا رسالة حابين نقدمها للمشاهدين. من الضروري أن نحرص ونلتزم لمصلحة أقاربنا والمجتمع والوطن، نقدر أن نحول الخطر إلى أمان والخوف إلى أطمئنان. أكيد إيمان، لا خروج إلا للضرورة، ولا خروج إلا بلبس الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. نلتزم للبحرين أكيد، يعني كل ذي عشان إن شاء الله تعدي هالأزمة على خير. وأكثر واحدة ملتزمة عندنا أمينة. أي والله أمينة، وجه لها تحية كنت تقول لنا بدشنا الاستديو بعد تسمع لي حازم، ننتقل حق فقراتنا الصباحية لليوم. طبعا نفس ما تعودنا كل يوم عندنا مشروب صباحي مختلف من 30ML. صبحت الله بالخير نسيم. صبحت الله بالنور إيمان. صباح الخير. شلونك؟ صباح الخير حازم، شلونك؟ خير الله يسلمك. اليوم نسيم بنسوي شغلات طبعا مختلفة عن الأيام اللي فاتت. شو راح نسوي اليوم مع بعض؟ اليوم راح نسوي السولتد كراميل والآيس شيكن، مشروبات باردة. يعني مشروبات باردة، أنا من حسن حظي كل ما أقف وياك هني يكون المشروب بارد. يلا شرح، نبتدي اول شيء مع اي مشروب؟ راح ابتدي بسولتد كراميل. انا اوريدي هني حاطه السيرب، راح اسوي الكوفي واضيفه والحليب والثلج. يلا نبتدي. المشروبات البارده انا احبها نسيب ايمان، حتى انا ترى وايد يعني احب البارد، بس الحاره فضله اكثر. بس انت غير، يعني انت تحبين البارد. انا احب البارد، حازم يفضل المشروبات الحاره اكثر حق الكوفي. انا اتوقع لان كل واحد لذوقه. كل واحد لذوقه. لا مو نحب يعني الاثنين، لكن البارد له وقته والحار له وقته. يعني الحار الصبح لابد منه لازم، بس الحين لان صيف احس البارد هو اللي يفوز. اي عشان الجو. بس انت اذا قعدت الصبح تشربين بارد بعد؟ لا انا اشرب حار. انا اشرب بارد. كل اللي يشربون كوفي يتفقون على الكلام. لازم أقول. يكون كوفي حار. ايمان راح تتغير، راح تشرب الكوفي بارد حار، انتظروها. اكثر من كذي يعني شبيه. هي ما تغيرت كل هالسنين، تتغير الحين. الحين نسيم انت حطيتي القهوه المطحونه، ضغطتيها تون، عطيتيني الخطوه انا احبها. تعرفين تخصصي الايس شيكن انت تسوينه. طبعا نسيم في وايد فوايد حق القهوه، انا سمعتش مساعد تقولين تحت الهواء، يا ريت نذكر المشاهدين بهذه الفوايد. اي ايمان، الكوفي فيه مضادات للاكسده اللي تساعد حق امراض الشيخوخه. اساعدك اي. وترى الكوفي بعد احنا كبنات نقدر نسوي ايس كيوب ونحطه حق البشره، وايد يفيدنا. انا اسمع دائما ان القهوه مفيده حق البشره، سواء كانت يعني القهوه المطحونه اللي يسووه منها البنات كمقشر للبشره. صح صح، احنا دائما نستعملها، وهالفتره حابين احنا في مقشر القهوه حق البشره. انزين ايمان، الحين انا حطيت الكوفي، الحين راح احط السولتد كراميل على القهوة نفسها على الكب. راح يعجبك إيمان. أنا صراحة حبيت، أحب الأشياء اللي تشي مشحونة، أشياء هذه سويت. الحين شنو الحين راح أنت تصبين الحليب؟ شيء أسهل شيء تعطيني إياه. إيه حليوين قولي لي عاد. إيمان فنانه. لا ترى صبه يعني بعد يوم شوي زياده يعني تبي، لان كله شكر ما تصب وايد حليب بس الحين راح اضيف الثلج. هي هذه اللمسه الاهم إيمان. يعني هي حسستني، عرفت ان انا اصعب شيء عطتك اياه. كل حليب كثري من الثلج، احب الثلج كثر عشان يعني اول شيء سوينا القهوه كانت مطحونه حطيناها في الجهاز، بعدين ضفتي السيرب. اي وبعدين الكراميل اتوقع. ايوه وين فيها؟ ايش رايك فيني اصلح اشتغل عندك؟
هذه الليمون سايكيمون. لا مو بتشتغل هاي من بدايتها كذي الحين اوكي. هذه هي القهوه اللي سولتد كراميل. سولتد كراميل نباويها المشاهدين. نرجع نذكر المشاهدين بالخلطه اللي حطيناها. اول شيء حطيت السيرب، بعدين حطيت الكوفي، بعدين حطيت الكراميل في الكوب، بعدين ضفت الملك، وبعدين الثلج. الثلج زين. على ما تجهزين حق الكوفي الثاني ضوق حازم القهوه البارده وعطنا رايك حازم. تسلمين يا ايمان. الله يسلمك. الحين بنسوي القهوة الثانية، عاد الحين دوري نسيم انا اللي الحين راح اخليك انت اللي تسوينها. ايمان انا بس بحط لك المجرمنت لانه يمكن شوي ما بتصيدين الحاطة بالضبط وعارفة المقياس. زين ايمان عندنا هني المشروب الثاني شنو اللي بنسويه؟ ايس شيكن. ايس شيكن. الايس شيكن حازم حلو لذيذ حلو؟ لان انا اللي حطيت الحليب. هي اللمسة السحرية هي اللمسة السحرية. انزين الايس شيكن ما خليتيني اسوي عن خاطري. بخليك تحطينه داخل. اوكي يعني الفرق سهل. انا مستانسة المفروض اني اعرف. لا بالعكس. لا لا هاي بايب العيد. لا يا مانا تعرفين دقيقة بس. اوكي خلاص. يعني نقول ان ايمان اللي سوت الايس شيكن حتى لو احب اعطيني فاره الحليب بحطه وبضيف اشي وبحس ان انا اللي مسويته ان شاء الله. الحين نفس الشيء الايس شيكن انا اوريدي اضيفه السيرب. الحين راح تضيفين الحليب لين 250. اوكي لين 250. تحتاجين حليب زياده ايمان؟ اتوقع اني بحتاج حليب زياده. اي بحتاج حليب زياده. صارت دقيقة إيمان. كان مخرج أتوقع بياخذ علي زوم عشان يعرف القياس. إن شاء الله يا ربي ما أفشل لأن بعدين راشد بيذكرني. شي فكت مني عاد بعد. إي والله صح. والحين راح نضيف. يقيم راشد الأمريكانو اللي جربه الصبح اللي سويتي له يقول ممتاز. بالعافية. أبو خالد دويق كوفي ترى. جدا. أضفنا الشات إيمان. الحين راح نضيف الثلج. أحلى شيء فورت الثلج. أزيد إيمان؟ إي زيد أي أحب الثلج أحب الأشياء الباردة. إنزين الحين إيمان تعرفين you're gonna shake it right؟ نسيم أنا كنت أبي أسألك ليش المحل اسمه 30 ML؟ 30 ML هي شوت أوف كوفي تكون 30 ML. أوكي يلا دورك يا ايمان. على انا ما احط اي صح كذي عاد اي 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 هاي ترى راشد اخذ علي زوم ترى هذه هذه الكيمياء راشد يعطيني يعطيني على جوي. خلاص نسيم صارت قولي ايه صارت؟ المفروض صح؟ هي صارت شلون ما صارت؟ شوفي لونه قاعد تشذبين علي. لا ايمان ايمان عجبني انا انا اشم ريحه الكوفي صار خاطري فيه. والحين راح نصب الكوفي على الثلج. ايمان ما بعطيك ذي الكوفي صار خاطري فيه. ما علي اسوي لك واحد ثاني خليني اشربه اشوف انا اللي سويته حلو ولا مو حلو. فنانه ايمان. ترى ايمان صديقتي فعشان كذي انا وايد ارفع لها على يلا الاسترو. خلاص جهز صح؟ صح. هذه هو كان الايس شيك. الايس شيك اليوم سوينا نوعين. النوع الاول حازم كان حلو صح؟ ممتاز. الحين انا جربت بس سويت شويه مال عصر كذي عصاري. All you need is love and 30 ml. حلو العبارات اللي تكتبونها على الكوفي. خليني اجرب بعدين يمكن سلوجن مالنا. لا حلو لان انا مسويه. بالعافيه. الله يعافيك. مشكوره نسيم يعطيك العافيه. اليوم يعني نسيم صراحه سوت لنا نوعين. انا عجبني الجلاس. الجلاس جدا جدا يعني العبارات اللي عليه كرييتيف الرسمه والحركات. يعطيك العافيه نسيم. شكرا ان شاء الله لك بالتوفيق. شكرا شكرا. لقائنا اكيد بيجدد باكر. اكيد. شلون كوفي ايمان؟ لذيذ لذيذ. ايس شيكن زين.
اي حلو لان شوي انا شوي سويته اي شوي فيني الحين عارف الخلطات خلاص بتنافس يا راشد بعدين. لا لا فنان فنان يعطيك العافيه. اكيد مشاهدينا فقراتنا اليوم متواصله معاكم من حلقه الثلاثه مثل ما ذكرنا ان هي عندنا العديد من المفاجآت، ولكن بروح الى فاصل وبعدها بنرجع نواصل فقراتنا، خلكم معنا. عودة لكم من جديد متابعينا. فقرتنا التالية عن فنانة بحرينية أحبت الفن منذ الصغر حيث صقلت موهبتها بنفسها، فكل عمل فني يترجم مشاعرها وأحاسيسها، فحبها للفن جعلها تخوض تجارب عديدة ومتنوعة في عالم الفنون الجميلة لتضع بصمتها عليها. خلينا نتعرف أكثر على ضيفتنا في الاستديو الفنانة ليلى حسين. صباح الخير والنور والسرور فنانة. هلا والله صباح الخير. هلا مرحبا فيك ليلى. هلا والله أنا مرحبتين صباح الورد. يا هلين، طبعا نورتينا اليوم في الاستديو وإن شاء الله يعني ما شاء الله نشوف هذه اللوحات الجميلة اللي منورتنا أيضا في الاستديو. في البداية ليلى أبغى أتكلم عن بداياتك في عالم الفن ودخولك أيضا لمجال الرسم والألوان والإبداعات هذه كلها. البداية كانت طبعاً من يوم وأنا صغيرة وايد كنت أحب الرسم. أمي ترسم، كانت ترسم، فتعلمت منها وايد أشياء، وحتى يعني حتى في المدرسة مثلاً إذا عندنا أي نشاط أي ذي أرجع لها البيت وتقعد مثلاً تقول لي شنو الغلط، شنو الذي، شلون أعدل الرسمة. فابتديت أرسم يعني من وانا صغيره لي يعني لي ما كبرت حسيت ان لا يعني بوقف فتره و حاولتي تطورين من نفسك خلال هالفتره الفتره اللي طافت ايه حاولت اطور روحي بس مع الذي مع الدراسه مع الشغل كانت شويه انشغلت وايد بس الحين احس ان لا الفتره الحين فتره المناسبه ان انا ارجع. شو اللي خلاش ترجعين في هالفتره يعني بالذات وشجعت انك ترجعين بالرغم من التوقف اللي صار في المسيره الفنيه كذا؟ اي الفتره يعني انا بقول الفتره اللي حاليا ويا جائحه كورونا احنا تمينا فتره في البيت قاعدين حسيت ان عندي وقت فراغ وايد واقدر استفيد من وقتي ان ارجع حق الرسم. فقررت ترجعين خلال هالفتره لان فعلا هالفتره يعني تعطيتش قلت استفيد على الاقل من الوقت اللي انا قاعده مثلا في البيت وذي استفيد وابتدي ارسم مره ثانيه وامرن يدي. ومن حسن حظنا يعني ان احنا اليوم قاعد نشوف هذه اللوحات الجميله اكيد هذه رسمتيها خلال هذه الفتره أي صح؟ اي انا ودي اسالك ليلى شويه عن الالوان اللي تستعملينها هي الالوان الكحوليه صح؟ عرفينا شنو هي الالوان الكحوليه؟ هل تفرق عن الالوان الثانيه؟ اي عندي انا كنت اتابع كم حساب على الانستغرام كانوا يرسمون كانوا يستخدمون اللي هو الالوان الكحوليه. وصادني فضول حسيت انه يعني شيء جديد وشيء غريب في ذي في عالم الرسم اي فحاولت ان انا اطلب ذي اونلاين لان ما كان عندنا حزتها في البحرين فطلبت اونلاين ورحت على اليوتيوب ورحت على كم برنامج حاولت ان اتعلم منه يعني اتعلم منهم شلون اقدر اخلط الخاص. التكنيك الخاص خصوصا ان هاي الالوان تحتوي على نسبه عاليه من الكحول ومركزه بشكل جدا قوي بالالوان اي فالتكنيك الخاص تبع الالوان الكحوليه هي كلها بالايرجن اللي هو في ناس يستخدمون الهير دراير صح اساس ان الالوان تتوزع بشكل تتوزع وتمتزج في بعض فجربت والله وطبعا كانت في وايد اخطاء في البدايه بس الحمد لله بس يعني عجبتك الفكره وايد عجبتني وايد شيء جديد شيء جديد اي بالضبط زين انت عاده ترسمين على الرزن اي انا استخدم اللي هو ذي الرزن سويت قوالب و ما شاء الله سويت لوحات هاي اللي هو التشيز بورد شلون تعلمتي ذي الفن ذي بالذات؟ كله والله كله على ذي كله على برنامج التواصل اكثر شيء مواقع التواصل الاجتماعي التواصل. والله انا حبيت
حلوه الفكره. اي يعني صراحة. فن الرزم من الفنون الجميله حازم وايد. الصراحه الحين خصوصا في اوروبا يعني هم ابتدوا من فتره طويله بس المواد هنا ما تتحصل بسرعه وشويه غاليه في السعر والحين بعد البحر أيه. والحين بعد تعتبر اساسا هذه القطع اللي فيها شويه من فن الرزن كقطع ديكور اساسيه في البيت بالضبط. في كل بيت لازم نشوف قطع فيها فنون الرزن بالضبط وايد ما شاء الله ممتع. ويحل اللي في الرزن انه يعني الالوان تقدرين تمكسين حتى الالوان الكحوليه تقدرين مع الرزن اي تقدرين تستخدمينها مع الرزن في الوان خاصه طبعا حق اللي هو الذي حلو ليلى يعني بس. اليوم احنا قاعد نشوف اللوحه اللي قدامنا وانت مجهزه الالوان ايش راح ترسمين لنا ان شاء الله برسم لكم ان شاء الله هذه لوحه بحرينيه حلوه احنا عيال بنخليك اكيد تاخذين راحتك وانت ترسمين لنا لكن خل نعرف وياك كثر تقريبا تاخذ لك اللوحه على ما تجهز اللوحه ما تاخذ لي وايد ممكن يعني كذي نص ساعه الى ساعه مو اكثر ويعتمد طبعا يعني في بعض اللوحات طبعا على الحجم يعني كل ما اللوحه تكون اكبر كبيره تاخذ وقت اكبر تاخذ وقت اكثر وفي بعض اللوحات تحتاج مثلا اكثر من يوم او يومين على اساس لان في بعض يعني مثلا هاي اللوحه تقريبا عباره عن 2 اور 3 لايرز انا لاحظ يمكن في 3 دي بعض لوحاتك صح هذين اللي بالكحول اي إذا تلاحظينهم في اللي بالكحول وعندي اللي هو التور 3 لايرز فهذين ياخذ لهم يومين او اكثر او ايام اكثر اي اي احنا اكيد بنخليك تاخذين راحتك ليلى وانت ترسمين اللوحه لكن بننتقل الى جامعه البحرين اللي منذ بثت جامعه البحرين الاسبوع الماضي فعاليات التهيئه للطلبه المستجدين للعام الدراسي 2020-2021 على موقع جامعه البحرين الالكتروني وذلك برعايه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة تابع تقرير للمزيد من المعلومات وراجعين لكم ألف مبروك تم قبولك في جامعة البحرين ودك تعرف اللي لك واللي عليك خلك معنا تقدر بكل بساطة تخلص أغلب الأمور أونلاين بعد ما تستلم الرقم الجامعي وكلمة السر تدخل موقع الجامعة اللي يقدم لك خدمات منوعة أهمها التسجيل الإلكتروني مع العلم أن الفصل التمهيدي جدولك بيكون جاهز وكل اللي عليك تثبيت القبول عن طريق دفع الرسوم الموقع أيضاً يمكنك من شراء الكتب الجامعية واستلامها من مركز البيع التجول في فهرس مكتبة الجامعة المركزية والاستفادة من نظام الاستعارة إضافة إلى الحضور أونلاين لبعض المواد اللي قدمها مركز التعلم الإلكتروني وانت رايح الجامعة مهم تعرف ان البوابة الغربية والشرقية مخصصة للطلبة والتزامك بارتداء البطاقة الجامعية بوابة عبورك للاستفادة من كل الخدمات المتاحة تقدر تستلمها من مبنى القبول والتسجيل وعشان تدل مباني الجامعة زين افتح الخريطة من الموقع الإلكتروني بعد الاستعانة بالمرشد الاجتماعي بتقدر بسهولة توصل موقع المحاضرة في الوقت المحدد في الجامعة ينتقل الطالب من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم من خلال توفر البيئة المناسبة اللي تقدم مركز اللغة الإنجليزية مثلاً مثل ما هي حريصة على التحصيل الأكاديمي أيضاً حريصة على صحتك وعبادتك ووقت راحتك اللي ممكن تقضيه في مجمع المطاعم تاكل وجبتك وتمارس هواياتك مع التزامك التام بالذوق العام ولأن الطالب هو محور العملية التعليمية وظفت عمادة شؤون الطلبة كل إمكانياتها وطاقاتها لمساعدة الطالب في تهيئته لاستلام مسؤوليات المستقبلية في بناء الوطن والمجتمع من خلال 3 دوائر رئيسية أولاً دائرة الخدمات والتنمية الطلابية تعمل من خلال 3 شعب رئيسية أولها شعبة الخدمات الطلابية واللي تقدم خدمة المواصلات من مناطق السكن للجامعة والعكس بالمباني الكليات بالحرم الجامعي في صخير والتنقل بين حرمي الجامعة في صخير ومدينة عيسى كما يمكن التقديم إلكترونياً للخدمة خدمة توفير خزائن للطلبة في مباني الكليات كما يمكن التقديم إلكترونياً للخدمة الإشراف على الاستراحات والمصليات بالإضافة للمسجد شعبة ذوي الإعاقة واللي تقدم خدمة المساعدة في تسجيل المواد توفير مواصلات خاصة تنقلهم من مناطق السكن للجامعة والعكس توفير سيارات الجولف للتنقل بين مباني الجامعة توفير مدرسي لغة الإشارة للطلبة الصم
توفير طلبة متطوعين لكتابة الامتحانات، وتسهيل الدخول للجامعة من خلال البوابة الرئيسية. شعبة التدريب والتنمية الطلابية، واللي تقوم بتقديم ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف المهارات الإدارية والقيادية والتقنية. ثانياً، دائرة التوجيه والإرشاد، اللي تشرف على تهيئة الطلبة المستجدين اجتماعياً ونفسياً للحياة الجامعية، وتقديم الخدمات الإرشادية من خلال المحاضرات التوعوية، خدمة فترة الامتحانات. الطلبة المتطوعين، كما يمكن للطلبة الاطلاع على اللوائح والأنظمة اللي تشرف على تطبيقها الدائرة. لائحة مواصفات الملبس لطلبة وطالبات جامعة البحرين، لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين، دليل استرشادي لحقوق الطلبة وواجباتهم، مع وجود موقع يوفر خدمة إلكترونية بعنوان استشر مرشدك النفسي أو الاجتماعي. ثالثاً، دائرة الأنشطة الطلابية. التجربة الجامعية تكتمل بالدمج بين الجانبين الأكاديمي والنشاط الطلابي اللاصفي، اللي يشكل عامل مهم في صقل مهارات الطلبة واحتضان مواهبهم ومهاراتهم، بحيث تعمل الدائرة من خلال 4 شعب رئيسية، وهي شعبة الأنشطة الفنية، شعبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية، شعبة الأنشطة الرياضية والتجوالية، وشعبة الهيئات الطلابية، اللي تساهم في خلق بيئة تنافسية بين الجمعيات والأندية الطلابية اللي تشارك بدورها في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، إضافة إلى وجود شعبة مجلس الطلبة التابعة لمكتب العميد، واللي تتألف من ممثلين منتخبين من الكليات ورؤساء الجمعيات وبعض الأندية. كل ذي وأكثر يخلي من تجربتك الجامعية تجربة استثنائية. جامعة البحرين معاك من اليوم الأول ليوم التخرج. الحديث أكثر حول هالموضوع معنا اليوم الدكتورة فاطمة المالكي، عميدة شؤون الطلبة. صبحت الله بالخير دكتورة، يا هلا ويا مرحبا فيك في استديو شمس البحرين. الله يحييكم، صبحكم الله بالنور والسرور أختي إيمان أخوي حازم، يا هلا ومرحبا فيك. الله يخليك دكتورة. خلينا نبتدي في البداية في يوم التهيئة. نعم، يوم التهيئة اللي أقامته جامعة البحرين، أكيد كان هناك في العديد من الفعاليات، العديد من الأمور المهمة اللي أنتوا ركزتوا عليها في خلال هذا اليوم لتهيئة الطالب للعام الدراسي الجديد. طبعاً إحنا يوم التهيئة جرت من العادة سنوياً أن إحنا نحتفل بهذا البرنامج أو نقوم بهذه الفعالية على يومين قبل بداية العام الدراسي. طبعاً السنة لنا ظروفنا الخاصة بجائحة اللي هو الكورونا، فارتأت الجامعة أن تسوي تهيئة بالإلكتروني. نحن حضور الطلبة عندنا صعب، وهذا العدد اللي هو تقريباً وصله وحين 33,000، لكن طلابنا اللي هو المستجدين قلنا خلينا نسوي لهم اللي هو بالإلكتروني أفضل وهم مرتاحين. ومثل ما شفتوا انتوا في الفيلم، اول شيء كان كلمه جلاله الملك، كان يعني همه الاول هو سلامه الطلبه، فقلنا خلينا نسوي الكتروني. طبعا الكتروني صعب، مو بالسهوله اللي احنا شفناه، لكن الحمد لله بتوفيق من الله وتوفيق من اداره الجامعه على راسهم سعاده الدكتور الاستاذ الدكتور رياض حمزه، وطاقم اللي هو الموجودين من نواب وعمداء، كلنا فريق واحد استطعنا ان احنا نظهر هذا البرنامج بالصوره اللي انتم شفتوها. صحيح. فكان اللي هو البرنامج سابقا على يومين، واما الان يعني طبعا التهيئه كان فقط يوم واحد. يوم واحد. والحمد لله وصل عندنا الحضور تقريبا الى 7,000. ما شاء الله. اي، لانه هو مفتوح وممكن يرجع له الطالب في اي وقت، يعني ما متى ما ناسب له يقدر يرجع له. وحطيناه على صفحه الجامعه وعلى اليوتيوب عشان الطالب يقدر يستفيد ويشوف يمكن هذا بالضبط اليوم بشكل اكثر من مره. دكتوره، خلينا نتكلم عن اهم النقاط اللي طرحتوها في خلال هذا اليوم اللي هو يوم التهيئه للطالب. يوم التهيئه هو يعني تهيئه نفسيه واكاديميه للطالب قبل يدش مرحله الجامعيه الاولى،
الهيئة نفسيا للأقسام اللي موجودة في الجامعة وشلون ممكن يستفيد منها بأقصى درجة ممكنة. فكان يعني في البداية طبعا حطينا له كلمة رئيس الجامعة فيها كلمة ترحيبية للطالب، وكان مركز سعادة الرئيس على أن هذا الجيل هو الجيل الرقمي، وهما يعني الرقم الصعب مثل ما أنت سمعته. وبعدين طبعا كلمة عميد شؤون الطلبة فيها نوع بعد من الترحيب. وإحنا يعني في مسارين في الجامعة، هو المسار الأكاديمي واللي يخص طبعا الكليات، وهذا بيكون فيه له تهيئة خاصة ثانية، والمسار الخدماتي الإبداعي اللي هو اللي يخص عمادة شؤون الطلبة. هني تفتح المجال أن العمادة تبين فيه خدماتها اللي تقدمها للطالب أثناء تواجده في الجامعة. فكان في عرض موجز عن اللي هو الخدمات اللي تقدمها عمادة شؤون الطلبة، بحيث أن الطالب إيه وعارف شنو حقوقه وشنو واجباته. نعم دكتورة، بما أنت ذكرتي أن الجيل الرقمي، ما أدري إذا إيمان تتفق معي، أنه يعني أتوقع أيام الجامعة كانت هي الذكريات خالدة عندك. أنت تبتدي عالم جديد، تدش إلى مرحلة يعني جديدة. مرحلة جديدة في حياتك تكونها. فمع تواجد الآن الجائحة، يعني إن شاء الله في القريب العاجل إن إحنا يعني نعدي فيها على خير، لكن أكيد الحضور الشخصي غير. فأنت شلون تعوضون الحضور الشخصي بهذه المرحلة إلكترونيا وعبر الأونلاين؟ صح كلامك أخوي حازم، إنه صعب إن أنت تنقل اللي هو الواقع اللي يعيشه الطالب إلى منصة افتراضية، ولكن احنا حاولنا بقدر ما يمكن ان احنا نخلي الطالب يعيش جو واقعي. فحطينا له حتى المباني، اذا شفت الفيلم اللي عرضته، حتى المباني حقيقيه. يعني اللي انتج الفيلم رسم المبنى وصوره، وحاولنا ان ندخله في الفيلد، يعني الطالب انه بحيث انه يعيش اللي هو الصوره تعكس الواقع بالضبط. اي نعم. وما يكون مختلف عن ابدا ابدا، بالعكس. حتى مثل ما قلت لك المباني بالضبط، الارقام، الطريقه دخوله الى النظام، شلون يدش، شلون يستقبلونه، كل شيء كان واضح ومبسط اكيد حق نعم. الطلبه. يعني دكتوره ما شاء الله خدمات كثيره تقدمونها في عماده شؤون الطلبه، يمكن لكن نبي نتكلم اكثر اليوم تحديدا شنو الخدمات اللي تقدمونها للطلبه الجدد اللي توهم بيسجلون اول سنه الجامعه مع هذه الظروف، وايضا للطلاب اللي يعتبرون من ذوي الحالات الخاصه. اي نعم. عماده شؤون الطلبه الله يسلمك فيها ثلاث دوائر. الدائره الخدماتيه اللي هي خدمه الطلاب طبعا اذا كانوا متواجدين، اللي هي خدمه المواصلات. الحين مع الظروف الحاليه حولنا الخدمات كلها الى الكترونيه، يعني بكره لو احنا استفدنا من ذي الجائحه، بكره لو وياو الطلبه ممكن يسجلون اونلاين. انا بخدمه، انا كطالب ابي خدمه اللي هو التوصيل من والى. زين. نفس الشيء خدمه اللي هو اللوكرات اللي هي الخزائن اللي تكون عند اللي هو الطلاب، هذه حولناها كلها الكتروني. عندنا خدمه اللي هو الاعفاء من الرسوم الدراسيه، كان كله بالحضور الشخصي، الحين تحولت كل هذه الامور الى اونلاين. اي نعم. عندنا دائرة ثانية، دائرة الأنشطة الطلابية. هاي الأنشطة يعني مثل ما احنا نقول يعني يظهر فيه الطالب شلون يطلع مواهبه، شلون يبدع. فهذه فيها اللي هو عندنا الأنشطة الفنية إذا كان رسام، أنشطة اللي هو ثقافية، الرياضية. فعنده كذا مجال مواهب يقدر اللي هو ينشط. فهو حين خد فكرة قبل لي، فيعني مجرد ان شاء الله تنتهي هذه الازمه وعلى طول هو يعرف هذه الامور. بس كلها الحين صارت اونلاين، يعني ما يحتاج انه هو ويحضر ويسجل. بالنسبه الى شعبه الاعاقه، احنا عندنا طبعا لهذه الفئه عندنا شعبه خاصه، احنا اولينا لهم اهتمام خاص لان هم فعلا محتاجين الى الجو يعني يضمهم ويحتويهم. فعندنا الخدمات اللي نقدمها لهم مثلا عندنا الامتحانات، تقديم الامتحان، نخلي طلبه منهم متطوعين يكون عنده القدره على اللي هو يعني يكون خطه مثلا واضح، فيقعد وياه وقت الامتحان ويكتب عنه. عندنا بعد مدرسين اللي هو لغه الاشاره،
عندنا سيارات الجولف اللي تنقلهم من مبنى إلى مبنى. مسهلين لهم كل الخدمات. بالضبط. إيه. لهم بعد ميزة أنهم يدشون من البوابة الرئيسية اللي يدش منها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. عادة الطلبة يدشون من البوابة الغربية والشرقية، هم يدشون من البوابة الرئيسية. نحاول قد ما نقدر نسهل لهم اللي هو توفر لهم البيئة المناسبة. حتى التسجيل، حتى التسجيل إحنا ما نخليهم يروحون. يعني في أشخاص معينة تحطها عمادة شؤون الطلبة يروحون يسهلون لهم اللي هو يعني ما حتى ما يوقفون ولا يتعبون، بالعكس قد ما نقدر اللي هو نريحهم. نعم. إحنا لو ننتقل دكتورة إلى طبعا أبرز الأمور اللي ركزت عليها جامعة البحرين في هذا العام، في هذه السنة بالتحديد، خاصة نهاية العام أو السنة الإلكترونية. نعم، ركزت على التعلم الإلكتروني طبعاً. إنهم عندهم منصتين، الجامعة عندها منصتين، منصة اللي هو البلاك بورد والتيمز. فحالياً يستخدمون اللي هو معظم الأعضاء الأكاديميين يستخدمون البلاك بورد في الامتحانات، والتيمز إذا كان مثلاً أي أسسمنت أو تقييم حق اللي هو الطالب، زائد اللي هو الأسايمنت اللي ممكن يعني يرسل الطالب بالتيمز، بس يكون لازم يكون الطالب عنده باسورد ويوزر نيم عشان يقدر يدش. حلو، يعني تشوف اكيد تفاعل كبير من قبل الطلبة حازم خلال هالفتره مع جائحه كورونا، صار التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني سهل، ايضا صاروا يتعودون يمكن اكثر انهم يدخلون على المواقع الالكترونيه. صحيح، يمكن هي الفتره البدايه دائما تكون صعبه. صح. ولكن لما الطالب يتعود اعتقد انه بيحب الفكره وبيحب حتى انه يقول لك اريح لي من حضوري الشخصي. صح. ولكن دائما هو فقط المنهج البدائي يبي تعويده اكثر. يعني ما شاء الله جامعه بحرين تقدم الكثير من الخدمات. دائما صعب طبعا حق كل شيء، بالذات البدايه يكون صعب. بس هم مثل ما قلت لك هم الجيل الرقمي، يعني هم متعودين ترى متعودين عليه على الاونلاين اكثر يمكن. اي بس احنا بعد يعني نبيهم يحضرون. لا اكيد. انا احس الحضور اساسا في يعني مقاعد دراسه تكون افضل الصراحه، نعيش اجواء الدراسه اكثر. قلت لك كان الذكريات كلها ايام الجامعه دائما تتم معك طول الحياه، وانت تتذكر مثلا في نمط حياتك انا اخذت هاي في الجامعه، انا شفت هاي في الجامعه، بالضبط. تعلمت هاي من الجامعة، فهي فترة جدا مهمة أتوقع بالنسبة حق كل شخص، كل طالب. صحيح، وهي فترة نقل يعني من مرحلة المدرسة إلى مرحلة الجامعية إلى مرحلة الاستقلال، هو خلاص بيستقل بنفسه الحين، هي اللي تنقلك إلى الواقع. أيوة بالضبط. والاعتماد على النفس. يعني أكيد نشكر تواجدك الدكتورة فاطمة المالكي عميدة شؤون الطلبة في جامعة البحرين، وأكيد نشكرك على الجهود اللي قاعد تقدمونها في عمادة شؤون الطلبة لجميع الطلاب في جامعة البحرين. الله يحييك. شكرا لك دكتورة، يعطيك العافية. ننتقل الآن إلى فاصل، أو خلينا ننتقل إلى فقرة الأخبار الفنية الأسبوعية. خلونا نتابع آخر المستجدات من خلال التقرير التالي. أخبارنا الفنية لهذا الأسبوع، الخبر الأول تامر حسني يحقق أمنية الطفل محمد. أما الخبر الثاني، لوحة عملاقة لساشا جوفري في دبي بعنوان رحلة الإنسانية. والخبر الأخير، رامز جلال ينشر بوستر فيلم أحمد نوتردام. فيلم رامز الذي يحمل اسم أحمد نوتردام يصف صناعه بأنه الأول من نوعه عربياً، من لون كوميديا الرعب المشهور والمحبب في السينما العالمية، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد. وانتهى جلال مؤخرا من تصوير آخر مشاهد في فيلم أحمد نوتردام الذي توقف في فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث يجسد شخصية صحفي يعاني النحافة ويحاول معالجة المشاكل التي يتعرض لها في إطار كوميدي. وكان جلال روج للفيلم بتغيير صورة غلاف صفحته الرسمية على فيسبوك ووضع بوستر الفيلم، كما نشر البوستر عبر عدد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستغرام. تامر حسني يحقق أمنية الطفل محمد. محمد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنى مقابلة الفنان تامر حسني، والذي أعلن عن أمنيته في مقابلة الفنان تامر حسني والغناء والعزف معه من خلال برنامج حواديث على اليوتيوب من تقديم أميرة فتحي.
وطالب والد محمد المسؤولين بمساندته ودعم نجله بتوفير كرسي متحرك رياضي له. وحرص تامر على قضاء اليوم مع محمد وأسرته والعزف معه وسط فرحة شديدة من قبل الطفل، كما وفر له النجم كرسي رياضي بمواصفات معينة لمشاركته في بطولات رياضية وجيتار. وعلى الرغم من أن الكرسي مستورد وغير متوفر في الأسواق بالمواصفات المطلوبة، إلا أن الفنان تامر حسني استطاع أن يوفره بما يتناسب مع المسابقات الرياضية في أقل من 48 ساعة. وكان الطفل محمد عبر عن أمنيته للقاء النجم تامر حسني من أجل العزف والغناء معه قائلاً: بحب تامر حسني ونفسي أشوفه وأعزف وأغني معه. الطفل محمد ليس موهوباً في الموسيقى فقط، بل هو بطل رياضي في السباحة والجري، وتمنى أن يصبح طياراً حينما يكبر. لوحة عملاقة لساشا جيفري في دبي بعنوان رحلة الإنسانية. يقف الفنان البريطاني المعاصر ساشا جيفري وسط لوحته التي تحمل عنوان رحلة الإنسانية بدبي، في مبادرة لتعزيز التواصل بين الناس بعد تفشي جائحة كوفيد-19 في أنحاء العالم. ومن شأن هذا العمل غير المسبوق أن يحطم الرقم القياسي المسجل لحجم اللوحات الفنية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وكانت دبي العطاء قد أطلقت بالتعاون مع الفنان العالمي مبادرة إنسانية ملهمة تتضمن إعداد أول لوحة فنية من نوعها في العالم ترسم على القماش، وتهدف المبادرة إلى معالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الأطفال والشباب وضمان الحد الأدنى من استمرار العملية التعليمية وتوفير فرصة الحصول العادل على التعلم عن بعد لجميع الأطفال والشباب حول العالم. تزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، أطلقت مبادرة إبداع من البيت حزمة من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة تحت شعار راجعين بوعي. وللحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستديو المؤسس والمشرف العام على مبادرة إبداع من البيت الأستاذ سمير إبراهيم نور الدين. صباح الخير والنور والسرور أستاذ. صباح النور. مرحبا أستاذ حازم. مرحبا أستاذ إيمان. شلونكم؟ نحن الحمد لله بخير. إحنا سعيدين أكيد تواجدك معنا أستاذ سمير. في البداية نبي نتعرف على هذه المبادرة الجميلة إبداع من البيت، كلمنا شلون كانت البداية لهذه المبادرة؟ البداية ابتدت مع الزميلة إيمان النفيعي، وهي من خلينا نقول مؤثرة ومن الإعلاميين. قالت لي: أستاذ سمير أنتوا حين تربويين، أنا مدرس سابقا وأيضا كنت رئيس قسم العلوم الإنسانية في إدارة الإشراف التربوي ومدرب تربوي، وين دوركم كتربويين في هالموضوع؟ واتساب لميت مجموعة من المدربين، من دكتورة أمل الجودر على ماما فطيم اللي هي فطيم العالي، وأستاذة خولة البصميت كوتش، وأستاذة هاجر الفضالة. يعني كانت البداية سؤال شديد بس إيه أنه وين دوركم؟ ايش بنقول شباب؟ يلا بنقول شيء. هل بنقول خليك في البيت؟ انزين وايد قالوها. فقلنا ايش رايك نقول عشان ديرتك خل ابدع من بيتك. وعشان نبين هالفكره قلنا انزين انت ايش بتبدع؟ يعني انت سمير ايش ممكن تسوي؟ خول ايش ممكن تسوي؟ هاجر. فبدينا ندور ابداعات كل واحد فينا، وطلعنا فيديو في برنامج مجتمع واعي يعني تلفزيون البحرين له خدمه، وطلعت الفكره ان وصار اسمنا كانت بداية عشان ديرتك ابدع من بيتك. خلصنا الفيديو قلنا خلاص فيديو راح في شيء جديد. اي فاتفقنا على ان احنا يصير في برنامج موحد كل يبث من قنواته، قنواتنا احنا اللي هي السوشيال ميديا، السوشيال ميديا كل يبث. فكنا ننزل جدول مشترك، واستمر هذا الموضوع الى بداية عيد الفطر. في عيد الفطر قلنا عاد نحتاج شيء ثاني، تكملون ولا خلاص؟ فطلعنا قناة عندنا في الانستغرام سميناها إبداع من البيت، ومنها انطلقنا بمجموعة برامج. تكون البرامج متجددة بين فترة وفترة. يعني احنا قاعدين ننافسكم بس بطريقة هذه المنافسة الحلوة اللي احنا كمدربين كمعلمين، واحنا ايضا ندعم ونظهر الوعي اللي موجود عندنا في المجتمع البحريني، ونظهر المواهب اللي عندنا واللي عند كل اللي موجودين يتواصلون معنا في البحرين. فعشان كذي
وبلشناها ترى بالبحرين وانطلقنا الى اكثر من البحرين. يعني حلو، يعني وصلتوا اكثر حتى من البحرين. اي يعني معنا مؤسسات ومعنا افراد من الكويت، من السعوديه، من الاردن، وايضا عملنا كذي برنامج صغير سميناه سفراء الابداع. يعني ندور في الانستغرام المبدعين. اذا شفنا ناس مبدعين انت ممكن تخليهم تختارهم كسفير اي للمبادره. اي فناس واصلوا معانا وناس جابوا مبادرتهم. يعني معانا الاستاذ حنان الداود عندها مبادره تكون امل الحياه في الاردن، وشاركت باسم المبادره يعني في الموضوع. نعم، يعني استاذ فعاليات كثيره ومتنوعه ومتجدده، وكل فتره وفتره يتم تغيير النمط التفكيري على اساس بعد صحيح. الجمهور ما يمل. لكن شنو الرساله الاساسيه من خلال هذه المجهود كله طوال هذه الفترة اللي هي إبداع من البيت؟ شلون أنت، خلنا نأخذ كلمة من البيت، من البيت كيف ممكن بالإمكانيات المتوفرة عندك عند كل شخص، كل واحد عنده جانب فيه إبداع، يمكن رسم كاريكاتير مثل أستاذة هاجر الفضالة، يمكن واحدة عمرها كان ودها تكون إعلامية مثل أستاذة خولة البصمية، طلعت في قنوات معاها فقاعدة تشارك ويانا الآن في برامج بين قوسين توك شو، يعني شوي نقلدكم ترى يعني. وفيها التقرير وفيها، وأيضا ممكن يكون رسامة كاريكاتير مثل أستاذة إيمانة، أستاذة رشا الناصر رسامة أنمي. وبدنا ننطلق من هذا الموضوع، وأيضا عملنا برنامج سمينا في بيتنا موهبة. على فكرة قبل المسابقة فترة، يعني من شهر 2 بلشناها وبدنا نبث مجموعة برامج. الهدف منها أن احنا منصة أن الواحد ما دام قاعد الحين في البيت، طبعا الحين قاعدين نرجع حاليا، بس ما دام أنت قاعد في البيت فكر شنو المجال اللي يميزك وممكن تبدع فيه، استثمر موهبتك بما هو متاح من امكانيات عندك في البيت. واعتقد في كل بيت في موهبه، في موهبه أكيد. لازم في موهبه، كل واحد في موهبه، مو بس كل بيت في كل واحد في موهبه. فاحنا قاعدين نحاول نشتغل معاه ان نبرز هذه الموهبه، يا يكون ضيفنا، يا يكون معد، يا يكون مقدم، يا يكون كاريكاتير. فمجالات متعدده، وهذه فرصه لكل اللي شاهدونا من اولياء الامور وايضا من طلبه وكبار ترى، انا ترى مو صغير بس قاعد مثلا انا كل الاعمار يعني انا اكتشفت شغفي الاعلامي اللي كان خاطري من زمان من خلال هذا البرنامج بالاعداد والتنظيم والامور هذه. فهذه هي الفكره من هذا المنصه. يعني استاذ ذكرت شغله في بدايه اللقاء، قلت بديتوا هذه المبادره او هذه الفكره من خلال فيديو توعوي او فيديو جميل نشرتوه عشان تعوا الناس اكثر باهميه يمكن الاستثمار بالموهبه. فمن وين جاءت فكره هذا الفيديو؟ كان قلت لك ان مجرد واتساب كان ما بين الواتساب من استاذه اماني، وان قلنا ايش بنقول خليك في البيت قالوها، فقلنا عشان ديرتك ابدع من بيتك. وطلعنا احنا ابداعاتنا، يعني الفيديو لو ينشاف انا يوت التليفون وقلت يعني شكل من اشكال الابداع انك انت تكون لايف. اللي يرسم كاريكاتير وانا يرسم كاريكاتير، استاذ ابتهاش مقالات وسعاده، استاذه خوله الاعلام، فكل دكتور خالد بنطيع تكلم ايضا انه ممكن يكتب مقالات. فاذا انت تقدر تبدع من البيت، مع ان ماما فطيم الجانب الروحاني والديني، ودكتوره امل الجودر وسوالف امل، وهذه كلها ايضا من الامور اللي كان كل واحد يشتغل فيها مع بعض، قصدي لحاله في حسابه، وايضا مشاركين خليته بشكل جماعي، بشكل جماعي. يعني نفس استاذه هاجر الفضاله كانت موجوده عندنا، يمكن قالت ايضا من خلال هذه المبادرات كنتوا تقدمون دروس ايضا حق اللي عنده موهبه بس مو بعارف مثلا التكنيك المعين بالنسبه حق الرسم الكاريكاتير او حتى كوتش السعاده وغيره. كل واحد بدا يدور شو اللي ممكن هو يقدمه من ابداع في البيت ويظهر فيه خبرته ويفيد فيه المجتمع، وحتى يحث المجتمع ويظهر انه ترى فكر انت واعي. يعني اليوم انا قبل شوي مع احدى المشاركات في البرنامج صار اتفاق ان شاء الله واحده من بناتي بيكونون ضيوفنا ان شاء الله، لان رسامه ان شاء الله وتبحث عن فرصة. تنورنا. زين استاذ، حمله راجعين بوعي تهدف اعتقد الى توعيه ولي الامر والطالب والمعلم، يعني الحلقه بشكل كامل. صحيح. الاهداف الاخرى اللي حابين انتم تحققونها من خلال هذه الحمله؟ هي هذه الحمله منطلقه اساسا من فريق البحرين، يعني احنا نساند كل الاعمال اللي يعملها فريق البحرين، والشعار الاكبر من حمله راجعين بوعي هو نلتزم للبحرين. فمن خلال نلتزم للبحرين عندنا احنا نبي نخاطب المعلم
ونبي نخاطب ولي الأمر ونبي نخاطب الطالب. فعملنا حملة تفصيلية سميناها راجعين بوعي، وهو أن شلون إحنا نوعي المعلمين بالدور الجديد اللي هو راح يقوم به، لأن إحنا عندنا ناس تربويين، فعندنا مجموعة من البرامج اللي قدمناها مثل برنامج حديث الناس بين قوسين توكشوها، برنامج حديث الناس اللي قدمته أنا والأستاذة خاولة ومجموعة من الناس تكلمنا فيه أول شيء عن عودة سعيدة للعام الدراسي. وأيضا عندنا هذا الأسبوع يوم الجمعة، وهي فرصة أيضا نعلن فيها، عندنا شكرا يا معلمي بمناسبة يوم المعلم بيكون 5، بالإضافة لأن احنا ننزل بوستات نوجهها مرة للمعلم مرة لولي الأمر ومرة للطالب، وفي تفاصيل أكثر إن شاء الله لما تي زميلتي غصون خلف عندكم راح تتكلم أكثر عن المبادرة. يعني أنا اليوم كنت بكون باكورة الحديث عن أكيد عن هذه المبادرة. نعم. خلي نتكلم أستاذ سمير، إن شاء الله تنتهي هذه الأزمة على خير وتعدي هالأيام على خير. لو انتهت هذه الأزمة أكيد إن شاء الله، فهل راح تستمرون في تقديم هذه المبادرة بشكل مختلف، بشكل يكون موجود فعلي، ممكن يكون تجمع أيضا تجمع موجود بشكل فعلي ما يكون فقط أونلاين؟ هو لو تلاحظين ان فترة كورونا، احنا ما نسميها أزمة في التربويين او شيء، ففترة كورونا غير اكتشفنا ادوات جديدة وقربت البعيد، فالان اكيد لا يمكن نتنازل عن هذا التواصل العالمي او حتى العربي بان لازم يكون على الارض. الان خلاص راحت الناس من فكرة على الارض، ولا في داعي ان انت تاخذ بارك وتروح وكذا، فاكيد راح تستمر ان شاء الله المبادرة بدعم الناس وايضا بوجود المبدعين. احنا قاعدين نبحث عن شغلات جديده، فعاليات مختلفه، اكيد بتكون شغله على الارض يعني في المدن، وممكن حتى لو صار بعدين السفر انه ممكن نسافر، وبتكون ايضا اكيد منصات التواصل الاجتماعي هي لغه العصر. احنا عندنا يوتيوب وعندنا انستغرام وعندنا الواتساب، شغالين عليه اكيد. يعني مجهود يعني يحسب لكم، يعطيكم الصحه والعافيه، من المبدعين للباحثين عن الإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. مؤسس والمشرف العام على مبادرة إبداع من البيت أستاذ سمير نور الدين، كل الشكر لك، نورتنا، وأمنياتنا إن شاء الله لكم التوفيق في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضا. يعطيك العافية، نورتنا. يعني فعلا مبادرة جميلة قاعد يقومون فيها الشباب بمجهود شخصي جميل يجمعون هذه الفئات الموهوبة في مملكة البحرين. أكيد قبل ما نختم حازم حلقتنا، خلونا ننتقل للفنانة والرسامة ليلى حسين ونشوف الشكل النهائي للوحة. رجعنا لك ليلى، ما شاء الله ليلى سريعة عن هذه سريع اللوحة الجميلة. مشكورين، ما قصرت، وحبيت أطلع شوية من الفن التجريدي وأروح حق الفن الواقعي. حلو. وحبيت أرسم شغلة عن البحرين، معلم من معالم البحرين المشهورة. لا ما شاء الله عليك سريعة ليلى، يعطيك العافية، موفقة في هذا المجال، هاي نبذة ومثال للإبداع. صحيح. وهي استغلت أيضا هذه الفترة للعودة للمجال، ترجع لموهبة الرسم. موفقة ليلى إن شاء الله. شكرا لك ليلى، نورتينا، ويعطيك ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا. وصلنا الختام إيمان، للأسف أكيد يتجدد لقائنا بكرة بإذن الله في نفس التوقيت إن شاء الله من 10 إلى 11، تابعونا. في أمان الله.